لم يكن أثر الهجرة النبوية المباركة فقط على المسلمين، بل تعدى ذلك إلى العالم كله بأسره، وظهر ده من خلال تأسيس ساعتها لدولة المسلمين الأولى. وبنقول دولة المسلمين الأولى لأنها قامت على أسس حضارية قوية، حيث أسست بعد ذلك للحضارة الإسلامية اللي أثرت بشكل كبير جدا في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، من العلوم، من الفنون، إلى الأخلاق، إلى الاقتصاد، إلى السياسة، حتى صارت بعد ذلك القيم والمبادئ اللي أرساها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نموذجا حقيقيا يحتذى به في بناء المجتمعات المتحضرة. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير، أمرتك الخير، لكن ما أتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.